بكم في النشرة الإخبارية لنادي خورفكان. جددت شركة خورفكان لكرة القدم عقد اللاعبين. جددت شركة خورفكان لكرة القدم عقد اللاعبين. شركة خورفكان لكرة القدم جددت عقود كل من يوسف العامري وعادل سبيل وسالم علي الحمادي لمدة موسمين، وأيضا عامر مبارك غانم لموسم واحد، وتم تجديد إعارة عبد الله الرفاعي لموسم واحد. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.